استمر صحوة النصر في الشوط الثاني ولا نادي الزمالك عاد للقاء كابتن احمد؟ والله بص، يعني طبعا اداء جيد للنصر، سريعا كده اداء جيد للنصر، ولكن السؤال اللي انت بتساله برضه يتوصل، يعني تقدر تقول لما نشوف نادي الزمالك، هل نادي الزمالك هيدي الفرصه ثاني للنصر ان هو يدخل في اللقاء ثاني، ولا نادي الزمالك هيقدر ان هو الشوط الثاني هيبقى مغاير؟ نادي الزمالك ينقصه روح، لازم يكون في روح. احنا قلنا قبل اللقاء نادي الزمالك يستثمر الفوز اللي هو كسبه في الاربع لقاءات اللي فاتت. انا اتوقع ان الناس دي كانت لازم تنزل بشكل، انت بتفتح باب لاسود بينزلوا لازم من اول دقيقه، انما احنا شفنا ما شفناش كده تمام. حتى الشراسه الهجوميه بالنسبه لنادي الزمالك قليله. انا في لقطتين لو في وقت نلحق نجيبهم مهمين جدا، عايز اوريك بس ان برضه بسرعه في الدقيقه كام؟ يعني في الدقيقه 37 وفي الدقيقه في اخر اللقاء، يلا لو لحقنا منهم واحده يبقى حلو. يلا بالظبط. يعني انا بس هنا عايز اوريك الكوره دي معموله بالعرض. دايما كاسونجو الوحيد هو اللي بيبقى موجود بس لنادي الزمالك، حتى اللعيبه لما بتبقى موجوده بالنسبه لنادي الزمالك، لا مش الكوره مش للنصر، انما خلينا ماشي لو انت جدي، حتى لعيبه الزمالك لما بتكمل التكمله على استحياء. انت كنت بتقول الزمالك ولا النصر؟ اللي انا دماغي لفت، مش انت بتتكلم عن الزمالك؟ لا، هو جاب له الهجمه للنصر مش للزمالك. هو بيتكلم عن الزمالك. انا بتكلم في الدقيقه 37. وليد، هو انت بتجيب لنا اللي انت عايز تجيبه ولا اللي كابتن احمد عايز يسال فيه؟ انا عايز في الدقيقه 37. دي ماشي، دي كانت هجمه ثانيه، ماشي مفيش مشكله في الدقيقه 37، انما خليني تمام. يعني في الدقيقه 37 وفي واحده في اخر اللقاء. صحيح. طيب احنا كده خلاص وقتنا للاسف. طيب انتهى. سريع، عايز تقول حاجه بسرعه جدا؟ لا انا بس دي بص. هنا بص هنا راجل محمد عنتر مكمل، ما في هترجع الكوره هترجع. بص هنا لازم انا ما اعرفش ده عبد الله جمعه ومين، لازم يكون في هنا لوهين بقوه، لازم واحد منهم هتكون جاي له الكوره، انما الاثنين يعني التكمله على استحياء. فلازم نادي الزمالك يكون عنده كثافه هجوميه مش كاسونجو فقط لا غير، اللي هو يكون داخل ال 18.